الأحمر بعد معروف للحب، الأصفر لون الغرور يسموه، البرتقالي لون الثقة، يعني وهيج حسب كل لون يرمز إلى فد شيء معين. مرحبا، أنا أديان، عمري 27 سنة، من البصرة. والله هو البداية يعني هواية، كل بنية تحب يعني الورد الطبيعي وهيج شغلات، فيعني هواية عندي، هواية إنه أنسق الورد، وبالتالي هي يعني تتبعها تنسيق الألوان، وإحنا البنات خبرة بهذا الشيء. هو إحنا محلنا يعني خاص بالورد الطبيعي والهدايا، فوردنا يعني نستورده من الكويت، والورد بيه نوعيات، أكو إيراني وأكو هولندي، بس إحنا وردنا يعني نستورده من الكويت باعتبار إنه الكويت أفضل أنواع الورد. هو الورد عدة أنواع، أكثر نوع متداول يعني ويمشي بكثرة هو الجوري، يعني خاصة عندنا احنا العراقيين يرغبون الجوري بصورة مو طبيعية. هاي الباقة متكونة من الورد الكريز الداودي والجوري، وإضافة الاكسسوارات مالتها تجيب صوفي الخضر بالضبط. هو كل لون يدل على يعني فتشالة معينة، مثل الأبيض للنقاء والاحترام، أو يعني ياخذوا مرات للمريض. الأحمر بعد معروف للحب، الأصفر لون الغرور يسموه، البرتقالي لون الثقة، يعني وهيج حسب كل لون يرمز إلى فد شيء معين. اي طبعا اكيد يعني حاليا صار انفتاح يعني خاصة بالعراق والبصرة، انفتاح بالثقافة، الناس شوي يعني صارت عندها ثقافة انه البنية تطلع وتشتغل عادي، يعني مو مثل قبل انه البنية لا. يعني اكيد اهلي بالمرتبة الاولى، يعني امي وابوي هم الداعمين اللي بالبداية.